تحية طيبة مشاهدينا الكرام، مشاهدي تلفزيون دافا، وأهلا بكم في النشرة الإخبارية وفي أبرز عناوينها تتابعون. مجلس الوزراء يصادق على عدة مشاريع إماراتهم ويقدم نتائج الإحصاء العام للسكان والمساكن. عرض لمشروع النهوض بالطاقة المتجددة الذي تستفيد منه أرياف شاسعة من البلاد. وسط حضور رسمي وجماهيري كبير، افتتاح مهرجان المسرح المدرسي. أهلا بكم. اجتمع مجلس الوزراء صباح اليوم الخميس بالقصر الرئاسي في نواكشوط تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، حيث صادق المجلس على جملة من المعاهدات ومشاريع المراسيم. وقد علق وزير التجهيز والنقل وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة يسلكون أحمد يزيد به على نتائج مجلس الوزراء. اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 17 رجب 1436 الموافق 7 مايو 2015 ميلادية تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز. وقد درس المجلس وصادق على جملة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات، نذكر من بينها مشروع قانون يسمح بالمصادقة على معاهدة تجارة الأسلحة المصادقة عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 2 أبريل 2013 والموقع عليها من طرف حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 3 يونيو 2013، مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ودولة قطر الموقع في الدوحة بتاريخ 5 يناير 2012 المتعلقة باستخدام اليد العاملة الموريتانية في قطر، بيانا يتعلق بالنتائج المفصلة النهائية للتعداد العام الرابع للسكان والمساكن، بيانا حول اجتماع اللجنة الوزارية الوصية على وكالة أمن المناحة الجوية في إفريقيا ومدغشقر أسكنا المقرر بنواكشوط من 26 إلى 30 يوليو 2015. من جانبها علقت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون فاطمة فالمنت صوينع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي درسها المجلس في اجتماعه اليوم. صادق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على المعاهدة تجارة الأسلحة التقليدية، وهذه المعاهدة مصادق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 2 إبريل 2013 والتي وقعت عليها الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 3 يونيو 2014. الهدف من هذه الاتفاقية هي منع الاتجار غير مشروع بالأسلحة التقليدية، ومنع تحويل وجهتها، وكذلك تعزيز التعاون والشفافية من جانب الدول الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية. وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولتاه بيّن نتائج الإحصاء العام للسكان والمساكن الرابع الذي شهدته بلادنا خلال الشهرين مارس وابريل 2013. كيف تعرفوا تذكروا هون عن في 31 يوليو الماضي عن مجلس الوزراء طلع على بيان يتضمن النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن اللي تم إجراؤه في الفترة من نهاية مارس إلى بداية أبريل 2013. وتذكروا عن النتائج النهائية اللي تمت المصادقة عليها أنها ضمنت عن عدد الإجمالي للسكان في موريتاني بما فيها الأجانب أنه 3,537,368 شخص. وتذكروا عني قلت لكم هنا عن تعدل دراسات تفصيلية لهذه النتائج، وفعلا هذه الدراسات تعدلوا، واليوم البيان اللي قدم مجلس الوزراء في خلاصة هذه الدراسات التحليلية اللي عدلت ولله إن شاء الله تعالى تعود على موقع المكتب الوطني للإحصاء متاحة لكم كاملين تقرأوها بالتفصيل وتغطي جميع جوانب الحياة وجميع الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للسكان في موريتانيا. احتضنت العاصمة نواكشوط صباح اليوم ورشة عرض مشروع النهوض المستجيم بالشبكات الصغرى التي تقضيها الطاقة الشمسية والهوائية. هذا المشروع يهدف إلى ربط أرياف موريتانيا بالطاقات المتجددة، وقد جرى الحفل بحضور رسمي من القطاعات التي تلامس هذه المهمة التنموية. تقرير محمد مبارك للبانون. تأتي هذه الورشة لعرض مشروع النهوض المستديم بالشبكات الصغرى المغذاة بمحطات شمسية وريحية، بغية أن يتمكن عدد كبير من القرى والأرياف من استخدام الطاقة بوسائل متجددة غير قابلة للنفاذ. وقد سعت السلطات العمومية منذ السنوات الأخيرة عبر فك العزلة وتعزيز القدرات المحلية إلى توفير الطاقات البديلة لمجمل التجمعات سبيلا لتنمية محلية وشاملة. يطيب لي أن أترأس اليوم هذا الحفل الذي يدخل
في إطار مسار سياقة مشروع النهوض المستديم بالشبكات الصقراء المقاذات بمحطات هجينة شمسية وريحية، ولا سيما مرحلة الاستعراض النهائي لوثيقة المشروع. لقد أضحت اليوم إشكالية التغيير المناخي التي يندرج فيها تدخلنا اليوم، تمثل واقعا معيشيا لا جدال فيه وتحديا عالميا أهم من يشوش طمأنينة المنظومات الوطنية ويخربها، مسبب من ذلك خسائر جمة في الأرواح البشرية وأضرار مادية بالغة. وقد كان في العرض حضور لقطاعات مشاركة في هذا المشروع كوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية ووزارة النفط والطاقة والمعادن وممثلي بعض المؤسسات الوطنية الفاعلة في الميدان. مشروع النهوض المستديم هو ثمرة تمويل وشراكة مع الصندوق العالمي للبيئة، ومن المتوقع أن يشمل في تغطيته القرى الشاطئية، مما سينعكس إيجابيا على اقتصاديات الساكنة هنا نظرا لما سيوفره من بدائل في التخزين والتسويق. وهدفه الأساسي هو توفير الطاقة على مستوى منطقة الشاطئ على العموم، التراب الوطني خاصة الشاطئ الموريتاني اللي يعتبر غني بالمصادر الطبيعية، وذا المشروع له يخلق اقتصاد جديد في المنطقة، بحيث أنه يمكن جميع الساكنين في المنطقة أن تتوفر الطاقة. في المجمل فإن هذا العرض شكل مناسبة لتبادل الآراء حول تدخل المشروع والمجالات التي من المتوقع أن يغطيها مستقبلا. خلدت رابطة القابلات الموريتانية على غرار نظيراتها في العالم اليوم العالمي للقابلة لسنة 2015، وذلك تحت الشعار القابلة من أجل غد أفضل. وقد جرى حفل التخليد في نواكشوط تحت إشراف وزير الصحة السيد أحمد الجلفون وبعض ممثلي التكتلات الطبية والصيدلية في موريتانيا. تخلد بلادنا على غرار المنظومة الدولية اليوم العالمي للقابلات، وذلك تحت الشعار القابلات من أجل مستقبل أفضل. ويلخص هذا الشعار ضرورة إشراك القابلات في العمل على الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة التي رسمتها المنظمة الدولية لفترة ما بعد سنة 2015، وفي خلق مستقبل أفضل للنساء والأطفال والأسر. أيها السادة، أيتها السيدات، يكتسي هذا التخليد بالنسبة لسنة 2015 أهمية خاصة لكونها السنة الأخيرة كموعد للوصول إلى أهداف الألفية للتنمية، كما يتيح الاحتفاء به فرصة لوضع حصيلة للجهود المقام بها في مجال تحسين صحة الأم والطفل، والحث على ضرورة خلق تعاون بين قطاع الصحة مع مختلف الفاعلين في المجال الصحي بصفة عامة، وفي صحة الأم والطفل بصفة خاصة، ومع جمعية القابلات الموريتانية بصفة أخص. وفي المجال الصحي أيضا، اختتمت رابطة الصيادلة الموريتانيين النسخة الثانية من الأيام العلمية للرابطة التي احتضنت العاصمة نواكشوط بين 6 و7 مايو الجاري. وقد خرجت الرابطة بمجموعة من التوصيات تسعى من خلالها للنهوض بهذا القطاع الملامس لحياة المواطنين. وقد شارك في الأيام العلمية والتي استمرت ليومين عدد كبير من الأطباء والصيادلة وأصحاب الاستثمار في هذا المجال. افتتحت مساء أمس في دار الشباب القديمة بالمعهد العالي للشباب والرياضة فعاليات مهرجان المسرح المدرسي المنظم من قبل جمعية المسرحيين الموريتانيين بالتعاون مع وزارتي التهذيب الوطني والثقافة والصناعة التقليدية. وقد حضر افتتاح المهرجان كوكبا من المسرحيين والشخصيات الثقافية والفنية ذات الاهتمام بالفن السابع. تقرير الشيخ ولد الروزي. أعطينا مسرحا نعطيك شعبا واعيا، بهذا افتتحت مساء أمس بدار الشباب القديمة الدورة 5 من مهرجان المسرح الوطني بالتعاون مع وزارة التعليم ووزارة الثقافة. وقد حضر هذه الأمسية عدد من الشخصيات المهمة وعدد غفير من متذوق المسرح الوطني. وخلال افتتاحها للمهرجان أكدت السيدة هند منت عينين وزيرة الثقافة أن المسرح ليس مختصرا على الترفيه والتسلية، بل هو رمز للوعي والحضارة. أنا أتشرف جدا بأن أكون معكم لافتتاح حفل انطلاق النسخة 5 من مهرجان المسرح المدرسي الذي تنظمه جمعية المسرحيين الموريتانيين بالتعاون مع قطاع الثقافة وقطاع التعليم وقطاع الشؤون الاجتماعية. إن هذا الفن أي المسرح لم يعد اليوم مقتصرا على الترفيه والتسلية، وإن كان ذلك دور أساسي من أدوار المسرح، بل هو رمز للوعي الحضاري
ورمز لنضج الشعوب. في حين عبر رئيس جمعية المسرحيين الموريتانيين السيد التقي والعبد الحي أن الهدف الأساسي من هذه التظاهرة هو جعل المسرح شريكا في العملية التربوية. إن المسرح المدرسي هو نشاط تربوي أولا وثقافي ثانيا وترفيهي ثالثا، يراد منه صقل الموهبة وإعطاء فرصة للتلاميذ باعتبارهم جيل المستقبل للتعبير عن أفكارهم ومقترحاتهم الجمالية والإبداعية التي هي بالضرورة مكملة للدرس. ويبقى حضور البنات أساسيا ومؤثرا في المهرجان لأنه يؤكد حضور المرأة مربية ومتربية وراعية لأسرة فاضلة في المستقبل. وقد أنعشت هذه الأمسية بمسرحية لبعض من التلاميذ أرسلوا من خلالها رسالة علها تكون واضحة لمن يهمهم الأمر. شهدت العاصمة نواكشوطة حفل تأهيل لمجموعة من الأطر في نظام المصارف الإسلامية يمثلون 12 مؤسسة مالية ما بين بنك إسلامي ونافذة مصرفية إسلامية. جرى الحفل التكريمي بحضور عدد من مسيري المصارف والهيئات المالية الوطنية. ولا بد في هذا الصدد أن نعترف بالفضل للبنك المركزي الموريتاني الذي رخص أخيرا لأربع بنوك إسلامية ويعمل جاهدا على سن إطار قانوني للعمليات الإسلامية. نهاية النشرة مشاهدين الكرام، تذكير بأبرز العناوين. مجلس الوزراء يصادق على عدة مشاريع مراسيم ويقدم نتائج الإحصاء العام للسكان والمساكن. عرض لمشروع النهوض بالطاقة المتجددة الذي تستفيد منه أرياف شاسعة من البلاد. وسط حضور رسمي وجماهيري كبير، افتتاح مهرجان المسرح المدرسي. في أمان الله.